ذكرنا يا إخواني المشاهدين أن النواسب هي لن وكي، ثم ذكرنا بعدها أن، واليوم معنا إذن، وهذا هو الناصب الرابع. لكن قبل أن أتكلم عن هذا الناصب أحببت أن أكمل مسألة أخيرة بقيت علينا من مسائل أن، وهي التي عبر عنها ابن مالك بقوله: وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. يعني أن بعض العرب جعل هذه أن مهملة. ما معنى مهملة؟ يعني لا تعمل، حتى لو جاءت لا يوجد بعدها علم ولا ظن، يعني توفرت فيها الشروط، ومع ذلك فهو لا ينصب بها المضارع. لماذا؟ قالوا: نحملها على أختها ما. لماذا ما؟ قالوا: لأن ما هذه مصدرية، وأن كذلك نحن قلنا عنها أنها مصدرية، فلما تشابهت أو تشابه الحرفان قالوا: نحملها عليها، فتكون كذلك مهملة كما أن ما مهملة، لا تعمل، يعني لا تنصب المضارع. طبعا هذا مذهب لبعض العرب. نرجع إلى مسألتنا وهي الناصب الرابع وهو إذن. قال عنه ابن مالك رحمه الله: ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا. يعني ذكر ابن مالك أن هذا الناصب وهو الرابع كما قلنا إنما ينصب المضارع بشروط. الشرط الأول أن يكون المضارع يدل، نقول الشرط الأول أن يكون المضارع يدل على الاستقبال. سبق معنا أن المضارع إما أن يدل على الحال أو الاستقبال، فهنا يشترط في المضارع حتى تنصبه إذن أن يكون يدل على الاستقبال فقط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: إن صدرت، نقول أن تكون لها الصدارة في الكلام، إذن يعني المقصود إذن، وسنذكر مثالا لهذا. والشرط الثالث قال: والفعل بعد موصلة. الموصلة يعني أن لا يفصل بينها وبين فعلها فاصل، نقول لا، هكذا باختصار، لا فاصل بينها وبين فعلها. مثاله كان يقول لك شخص مثلا: سأتيك غدا، تقول له: إذن أكرمك، فإذا تصدرت في الكلام، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني قد تحقق. والفعل يدل على الاستقبال، يعني يدل على زمن يقع في المستقبل، فإذا كذلك الشرط هذا قد تحقق. ولا فاصل بينها وبين الفعل، يعني لا يوجد فاصل في هذا المكان، فإذا تحققت الشروط، فتقول: أكرمك. أكرمك فعل مضارع منصوب بإذن لأن الشروط قد تحققت. أما لو كان المضارع لا يدل على الاستقبال، أو أن الحرف إذن لم يتصدر في الكلام، أو أنه فصل بينه فاصل، فإن إذن لا تنصب المضارع. يبقى الآن مسألتان ذكرهما في البيت الذي بعد هذا البيت، قال: أو قبله اليمين. هذا الاستثناء الأول، يعني يجوز فقط أن يفصل بين الحرف وفعله اليمين، يعني القسم، كأن تقول مثلا: إذن والله أكرمك. لاحظ، فهنا قد يقول قائل: قد فصل بين الحرف وفعله فاصل، نقول هذا الفاصل مغتفر، يعني متسامح فيه القسم، وهو القسم. هذه المسألة الأولى، يعني نقول خلاصة الكلام: لا يفصل بين إذن وفعلها فاصل إلا اليمين، إلا القسم. المسألة الثانية ماذا قال؟ قال: وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع. نحن اشترطنا أن تكون إذن في صدر الكلام، لكن لو سبقت بعاطف، لو قال و إذن ثم يذكر الفعل، فما حكمه الآن سبقت بعاطف؟ قال: وانصب وارفع، يعني إذا وقعت إذن بعد عاطف فإنه يجوز لك أن ترفع المضارع ويجوز لك أن تنصبه، وهذا معنى قوله: وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع. وهكذا نكون قد أكملنا الكلام عن الناصب الرابع.